العالمين. وأعظم من كل هذه الشفاعات شفاعة الملك. سبحانه يشفع؟ نعم. لمن وعند من هو سبحانه؟ هو الحديث طويل لكن دعني أختصره في صحيح مسلم حديث أبي سعيد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين الذين يشفعون لإخوانهم بين يدي ربهم ممن سقطوا في النار وهم على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا. يعرفونهم؟ نعم. الله. كيف؟ على الصراط. فشفعنا. هم سقطوا في النار. وهم يعرفون أنهم سقطوا لأنهم كانوا معهم على الطريق على الصراط. نعم. إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول ربنا جل وعلا لهؤلاء السعداء: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. الله أكبر. الله. ولذلك أكبر. أنا أحذر المؤمنين الذين يتطاولون على أهل الفضل والإيمان والولاية، وأقول لا تهزأوا بهؤلاء، فهؤلاء لهم مكانة عند الله في الدنيا والآخرة، بل هم شفعاء لأهل الإيمان الذين سقطوا في النار بين يدي العزيز الغفار، أهل الإيمان. سبحان الله. نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، المواضع السبعة والمواطن السبعة. لا تمسهم النار. فإن الجبين واليدين والركبتين والقدمين. فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. لا يمكن. والله ما أشقى من لا يسجد لله في الدنيا. أي والله ما أشقى. ولذلك النبي الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: فيخرجون خلقا كثيرا ثم يعودون إلى الملك فيقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول جل جلاله: ارجعوا. إذا سقطنا فلا تنسانا يا شيخ. اللهم استرنا ولا تفضحنا واختم لنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المغرورين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: فيقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي بإخراجه. فيقول الملك للمرة الثانية: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي الله لفظ من إيمان. الله. الإيمان. إيمان. الإيمان. مثقال دينار بس من إيمان. فقط. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون للملك المرة الثالثة: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. الله أكبر. أو إيمان. إيمان ده لفظ البخاري. نعم. كلمة إيمان دي في لفظ رواية البخاري. نعم. فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. ذرة. الله أو أكبر. إيمان. الله. فيخرجون خلقا كثيرة ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. اسمع بقى إلى شفاعة الملك. نعم. هذا معك. الحديث من أجل هذا معك. نعم. فيقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله. الله أكبر. الله. فيقبض الله عز وجل قبضة، وسأكتفي بالإشارة فقط إلى هذه الجملة وأقول: ولا يعلم قبضة الملك إلا الملك. سبحانه. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا، يعني تحولوا إلى فحم من شدة النار. فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل،
فيدخلون الجنة كاللؤلؤ. الله أكبر. بعدما كانوا حمما نعم وفحما يدخلون الجنة كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار.